منظمة الغرفة لهذا اليوم، المنطقة ما بين الشارقة وكولومبيا، ممثلة في ولاية بويوكا. والهدف من هذا اللقاء هو الآن تعريف أعضاء الغرفة المكتسبين بالفرص التجارية الموجودة بكولومبيا. الشركات الحاضرة هي الآن موزعة في عدد من القطاعات، منها المواد الغذائية والخضروات وكذلك مواد البناء. ونحن نستهدف من هذا اللقاء أن الشركات المنتسبة لغرفة الشارقة أن تجد هذه الفرص، تجد فرص للتبادل التجاري فيما بينها وما بين كولومبيا. حاليا في بحسب ما هو مسجل ما بيننا وما بين كولومبيا، صادرات الإمارات في النصف الأول من عام من هذا العام بلغت 167 مليون دولار. نحن نستهدف طبعا من ضمن الخطة التي وضعتها غرفة الشارقة في عدد من الدول في منطقة أمريكا الوسطى. وطبعا سبقت ذلك عدد من اللقاءات من دول من ضمنها البرازيل لرفع نسبة التبادل التجاري ما نسبتها 15% في الخمس سنوات القادمة.